توست. لما يبقى تدهور الاقتصاد بيأثر على حياة الفرد وتبقى العيشة على حافة هاوية، أكيد أنا ببقى رافض الاستيان. رافض لي كل غلطة، رافض لي كل زلة، رافض لي كل قانون خلى الفرد يعيش مزلة، رافض لي كل مبدأ بيناقض حياة كريمة، رافض لي كل منهج بيدعم فكرة غير حكيمة. رافض لي كل غلطة، رافض لي كل زلة، رافض لي كل قانون خلى الفرد يعيش مزلة، رافض لي كل مبدأ بيناقض حياة كريمة، رافض لي كل منهج بيدعم فكرة غير حكيمة. ماشي في طريق مقطع، كيان بالجهل مشبع، كيان رافض لمبدأ التغيير بالذل ملطع، أشلاء ضمير مخلع بس بالجبن مرصع، عشان تقول الحق لازم إنك تكون متبع، زوايا الذل تجمع تجبر ضميرك يخضع، تنسج نسيج من النفاق عشان المال تتصنع، تفتح خشمك تتصفع، تمد إيدك تتقطع، عشان ما تحيا عيشة كريمة لازم روحك تطلع. ممكن تلقى لك وظيفة بدون شهادة جامعية بسبب واسطة في لمح البصر تبقى وزير للخارجية، أي ما تستغرب، أيوة وزير للخارجية، حتى بدون ما تتكلم تلقى الماهية هي هي ماهية، لو كبوها في ميزان توزين بحر، فقير سمع راتب مسؤول من الصدمة قام انتحل. كلامي ما حسد ولا حقد ولا أي حاجة، بس كلام مضبوط في قلبي وقلت أعبر به عن حاجة، كلام واضح صريح ناتج من باب مساءلة، أكيد لازم نحارب الفساد من دون مجاملة، نطبق في القانون ونعوض في المعادلة، عشان المواطن تاني ما يشكي من سوء معاملة. نظام رأس مالي كبير يدو الصغير في الاقتصاد ولا يبالي، فقير في المجتمع يقعد يتمنى في الأمان سقف المطالب عالي، لسه المسؤول في الأسواق بيضع منتج بسعر غالي، كله عبارة عن خطط نعم أسلوب تجاري، تسأل تاجر عن السبب يقول ده ما مجالي، برامج قايمة على أساس المصلحة الشخصية، والمواطن في الأول والأخير هو الضحية، ما تقول ضحية بيقولوا عليك جاحد، لا ضحية عن الظلم ما ببقى ساكت، أصلا منهاج إسلامنا إنه الناس تكون سواسية، بطلب أبسط حق من حقوقي إذا عقولكم ناسية. أنا ما بنسى ميزني ربي بمخ بفكر، بحتج على الغلط لحاجز السكوت بكسر، بسكب حبر على الورق للجيل الجاي بسطر، شرف حرية الكلام في زمن بالخوف بيخدر، ليه كل صاحب سلطة وقوة قام في الشعب يقفد، ليه كل زول فكر يتكلم مش على قبره يحفد. بقول بكل صراحة حقيقة ما في تطور، تعال شوف البنية التحتية كيف الوضع يدهور، طلاب في مرحلة أساس وثانوي بفكر جاهل، يدخل مرحلة الجامعة بس 200 حيبقى عاقل. أنا مواطن من قمت ما برضى التخلف، رافض دايما فكرة إني وصلنا في خانة تخلف، رافض لي كل غلطة، رافض لي كل زلة، رافض لي كل قانون خلى الفرد يعيش مزلة، رافض لي كل مبدأ بيناقض حياة كريمة، رافض لي كل منهج بيدعم فكرة غير حكيمة، رافض لي كل زول أساسه كان تجارة بدعة اتلاعب بعقول الناس وخلام زي السلعة، رافض لي كل خاين باع بلدنا بيت ورابة، منافق وسب كل بجاحة بصلي في محرابة. رافض لي كل غلطة، رافض لي كل زلة، رافض لي كل قانون خلى الفرد يعيش مزلة، رافض لي كل مبدأ بيناقض حياة كريمة، رافض لي كل منهج بيدعم فكرة غير حكيمة. رافض لي كل غلطة، رافض لي كل زلة، رافض لي كل قانون خلى الفرد يعيش مزلة، رافض لي كل مبدأ بيناقض حياة كريمة، رافض لي كل منهج بيدعم فكرة غير حكيمة. Represent in Sudan 2013 is how we do it on the underground.